أخيرا عرف مسلسل اللاعب أمير قراوي مع مولودية الجزائر نهاية سعيدة، إذ حل اللاعب السابق لوفاق سطيف مساء يوم الأربعاء بمطار هواري بومدين بالعاصمة، والتقى رئيس المولودية الحاج طالب وقد تم الاتفاق على كل التفاصيل فيما بينهما. ومن المنتظر أن يمضي اللاعب وفاق سطيف على عقده رسميا صبيحة يوم الخميس بداية من 11 في مقر الفريق بفيلا الشراقة. من جهة ثانية، حل اللاعب الجابوني مبينجي مساء الثلاثاء قادما من بلاده، إذ ينشط في منصب صانع ألعاب ويعتبر لاعبا دوليا في صفوف المنتخب الجابوني الأول. وقد تفاوض مبينجي مع مسير المولودية مساء يوم الأربعاء في فندق الأبيار على أن يوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.